مفاجآت عديدة وتكريمات لافتة لأهم النجوم العالميين والعرب قدمون مهرجان البحر الأحمر السينمائي بأيامه الأخيرة، فشفنا النجم العالمي نيكولاس كيج اللي تم تكريمه. I am blessed that movies have brought me this far to be here with you at the Red Sea. Inshallah, I shall be with you again. Thank you. وإلى جانب نيكولاس كيج تم تكريم جيسون ستاثام وهالي بيري بهالليلة. Outside of the festival, I got to visit the old world, yeah. Which was really wonderful. I've never been to this part of, to Saudi before, so that was a highlight for me. إليسا وأحمد سعد أحيوا حفل الختام وغنوا بهالليلة، والكل تفاعل مع إليسا وكان فرحان بوجودها. نجوم ونجمات من مختلف أنحاء العالم العربي حضروا فعاليات الاختتام، منهم سوسن بدر، يسرى، أمينة خليل، ظافر العابدين وغيرهم. شايفني دورة ناجحة جدا، مستوى التنظيمي، مستوى الأفلام المعروضة، الجلسات، ورشات الأعمال اللي كانت معمولة، الماستر كلاسز، ديفلوبمنت متاع البروجيكت، كان في تالنت من جميع أنحاء العالم. فبصراحة دورة أخرى إيجابية جدا، وإن شاء الله دائما كما هكا، لأنه مهم جدا إنه المهرجان هذا يكون موجود دعما للسينما السعودية طبعا وأيضا السينما العربية. كل الثلاث أيام اللي أنا قعدتهم فيهم اهتمام جدا بفعاليات والحاجات اللي بتقدم، زي الندوات، زي الحوارات، زي الأفلام، زي الورش، زي السوق، تبادل ثقافي وتبادل إنتاجي، وده مهم جدا جدا. صناعة بتقوم وبتنهض. الحقيقة ان كان فيه اهتمام جدا بكل التفاصيل دي، ومتنظمة بدقة شديدة جدا، وخطة مدروسة. الحكاية ما هيش جاية كده بالصدفة. مهرجان عظيم جدا، حلو كتير شكلا ومضمونا، شكلا من حيث التنظيم ومن حيث الضيوف، نوعية الضيوف، أهمية الضيوف، ومضمونا من حيث نوعية الأفلام واختيار الأفلام وورش العمل وهاللقاءات الرائعة ما بين صناع الأفلام والصحافة. أول شيء كتير فخورة بكل شيء عم شوفه، مهرجان عربي عالمي، الشيء بيكبر القلب. نحن شباب بنحلم بالسينما وبنحلم به، أنا لقيت السينما غرام، وعم شوف إنه أحلامنا عم تتحقق. هيك مهرجان مع هيك جوري ممبرز، سيلبريتيز، عالم من المجال كبيرة وعندهم ألقاب كبيرة، it's something big إنه نكون قاعدين نحن حدهم وعم نتعلم منه لحتى بكرة نعمل أفلامنا ونوصل للعالمية فيهم. عنا قصصنا، المهرجان بيقول قصصنا مهرجاننا، فقصصنا حلو يدو عليها ضو، وهي خطوة حلوة لنا. إن شفت في فرق كبير من أول سنة حضرتها، ودي ثالث سنة أنا حضرت مرتين، ففي جامب كبير جدا وفي تميز الحياة في الدورة. لا، حاجة مبهرة وحاجة مشرفة جدا جدا جدا، وبتفرحي لما بتلاقي ده 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 مهرجاننا بتاعنا، احنا الوطن العربي، نفرح ونتشرف باللي عملناه المملكة العربية السعودية النهاردة، والقائمين على 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 كل الحاجات اللي بتحصل. لا، مبسوطين احنا النهاردة بالعالم كله بيتفرج عليك. كالعادة بالحفل الختامي تم توزيع الجوائز على الأفلام أبطالها ومخرجينها. من أبرز الفائزين كان فيلم في السنة لهب للمخرج زرار، اللي نال جائزة اليسر الذهبي لأفضل فيلم طويل. صالح بكري فاز بجائزة أفضل ممثل عن الفيلم الفلسطيني الأستاذ، اللي حصد أيضا جائزة لجنة التحكيم. ومنى حوا حصدت جائزة أفضل ممثلة عن فيلم إن شاء الله ولد. أما جائزة أفضل فيلم سعودي كانت لصالح فيلم نورة. وهالأفلام هن جزء من الأعمال السينمائية اللي عرضها المهرجان وتابعوها النجوم والحاضرين. ما ظنك مدرس أوراق مية في السيارة جيبها لك. بالعودة للريد كاربت، الأجواء كانت جداً إيجابية، فالنجوم أطلوا بأبهى صورة، وكانت رسائل الإعجاب بفعاليات المهرجان واضحة عبر هايلايت. امبارح اتفرجنا على الفيلم المصري أنف وثلاث عيون، فيلم حلو قوي قوي، إخراج أمير رمسيس، ظافر عابدين، سلمى أبو ضيف رائعة، أمينة خليل رائعة، صبا مبارك هايلة، تصوير بديع، الفيلم ما فيهوش، مش عايزة أبقى عمال أقول كده، وفيلم داخل موسيقى، بس هو فيلم رائع. شماريخ ما شفتوش، بس أنا عارفة سامعة إنه حلو. في كتير أفلام حلوة عجبتني، تقريبا كل الأفلام شفتهم كلهم وكلهم حلوين، ما بدي أفضل أحد على أحد. على أكتر من مستوى في تجارب مبهرة شفتها خلال السنتين اللي فاتوا، مش بس السنة دي. فيلم ناقة السنة دي من الأفلام المتميزة جدا، أعتقد على مستوى الأفلام اللي شفتها السنة دي كلها، مش هكلم بس على الأفلام العربية، لا، فيلم
اعتقد ان هو بينافس، وبحكم ان انا سافرت الثلاث اربع مهرجانات الكبرى هذا العام بحكم يعني الوجه الاخر لحياتي، يعني اعتقد ان الفيلم هو بحطه في مصاف يعني في مصاف اهم 15 فيلم شفتهم السنه دي على المستوى العالمي. الافلام كانت رائعه، وانا سعيد كمان ان في بقى في افلام سعودي موجوده في وقت قصير جدا. اكاذيب بيضاء فيلم لا يمكن لاي عاشق للسينما انه يتجاهله، لا يعني فيلم جميل جدا، جريء، في مشاغبه اجتماعيه، واحنا عارفين انه دايما السينما بتتقدم بهذا الهامش. خرجت من الدار مخبيه الكسوه ديالي في ميكاك حلها،